عندنا غرفة صغيرة تاع لانيفيا. هانا ديروش بزاف باش ما تتخملش فوق اللازم. هنا درنا كلش، خلي لك هذا تكيل عليه، نسحق المزهر باش نطم به. مزهر او التم؟ او قدامي او غير التم. هانا كل نهار واش نديرو ناصر؟ نهار معمول، نهار زلابيه، نهار الصامصه، كل مره واش نديرو؟ اي ان شاء الله. البلوس ثاني ما تنساش ديرو لنا. كلش ما عندهم وين يروحوا. قلت لك هذا العام رمضان معانا ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. هانا لازم يكون بارد ياك؟ ايه دوك نزيد له شويه تاع الزيت ناصر. الزيت يبردو صح. هانا نديرو الكيلة ناقصة ان دوا، ما نديروهاش معمرة للفم ناصر، نديروها ناقصة ان دوا. نوع بالزيت؟ زيت شوية. كمل كاع داك الليكيد. تخي بيان. معليش. نزيدو شوية تاع الزيت حتى نكملو، قلنا الكيلة ناقصة ان دوا. على بالك شو يعجبني في هاد الوصفات؟ ايه. يجوا هكذاك مبسين بال. ايوه. يجوا مرملين. وحاجة اللي فيها الدقيق ناصر هي راح تجي مرملة وتجي كروسية. بسم الله هكذا نبسسها بيان سور كالعاده. ايوي هكذا حتى يدخل لي كامل هذاك اللي دام والسمن والزيت يدخل لي في السميد والفرينه. وي راني نشوف باللي استعملتي هذا المول تاع السيليكون هكذا باش يعطينا شكل حلزوني. فوالا هكذا سينو تقدروا تستعملوا اي مول واحد اخر. اي مول ناصر. انا الشكل تاع السيليكون نلعبوا برك على الفيزيوال برك. هذا ما كان. احنا الوصفه كي تكون عندنا في يدنا احنا ناصر نلعبوا بها كيما نحبوا. لو كانت تبقاي تطمي بالمزهر حتى تولي الباط. حتى تولي لي عجينه ما هي جاريه وما راهي يابسه. وهذه نقلوها ولا هذه في الفوغ ناصر، راهي في المول تاع السيليكون. طيب في الفوغ. نشوف السيليكون ويقول لك نقلوها. نقدروا حاجه نقلوها ناصر نديروها في المول باش نشدوا لي تخاص تاع المول ونروحوا نقليبها ما كان حتى مشكل. هانا دونك انا مالا نوجد لك الفرن. ها فهمي ندير لك السيليكون. نعم البابي كويسون نقدر باسكو راح نقلبها. تقلبيها فوالا وتحب تكون حمرا نطيبوها حميمره كيما لازم تاخذ لون شباب. وي لازم تطيب بزاف حمرا ناصر باش يجي لونها شباب. هانا الله يسلمك. هلا تولي العجينه باك ونحبس نعصرها. هي من الاحسن من الاحسن تريح من الاحسن. كل انواع تاع العجين لازم يريح. بعد اللي تنطم بالماء والمزهر لازم عليها تريح. تريح. عطينا نتيجه مليحه. معليش حنايا ما عندناش الوقت نديروها باش يشوفوها ويخدموها اليوم ان شاء الله. ان شاء الله. ويجوزوا بها سهريه رمضان بالصحه والهنا. هلا. لو كان العجينة تاعي ناصر نوزنها واحد 25 غرام، واحد 25 غرام، عندنا ميزاننا كالعادة، أنا ولا فخص تاعنا نديروها واحد 10 حتى 15 غرام هكذا، لو كنت دير لي ديبول. إيه ديبول صغار. ديبول صغار، قص 10 حتى 15 هكذا. أنا ما تجيش كبيرة ما تجيش صغيرة، بس كل المول تاعي راهو صغير ناصر، لكن المول كبير. راح نزيدو في